إدارة السياحة الصحية تم تأسيسها في هيئة الصحة بدبي بهدف تعزيز مكانة إمارة دبي على الخارطة العالمية للسياحة الصحية العالمية. اليوم بدينا نحن المشوار بما سمي بالسياحة العلاجية، وكان التركيز على استقطاب السواح العلاجيين للإمارة بهدف العلاج، ولكن تطور المفهوم اليوم ليشمل السياحة الصحية، وهم السواح الذين يأتون للإمارة بهدف الاستجمام والاستشفاء وأيضا القيام بالفحوصات الدورية، بالإضافة إلى أولئك اللي يجون لإمارة دبي بهدف العلاج. من ضمن خطة حماية المريض، نحن المريض ما بنخليه بروحه، نقدم له اليوم خطة تأمين تغطيه ضد أي مضاعفات غير مسبوقة ممكن تحصل له من جراء العلاج اللي يتلقاه في الإمارة. وطبعاً إحنا كلنا نعرف أن أي علاج ما في شيء 100% خالي من المضاعفات. إذا صار لأي مضاعفات ما بنخليه يعني بروحة، التأمين هذا يرجع للإمارة التذكرة الإقامة والعلاج يعني متكفل فيه من قبل التأمين الصحي اللي إحنا نوفره لهذه المضاعفات. ضمن ما يقدمه الموقع الإلكتروني dxh.ae وكذلك التطبيق الذكي على الأندرويد وعلى الأبل اللي هو dxh، هناك ما نقدمه للمرضى أيضا بشكل مباشر وهو الباقات العلاجية. هذه الباقات العلاجية هي شقين، هناك الباقات الطبية الصحية اللي هي تقع ضمن 7 تخصصات، وأيضا هناك الباقات العلاجية الشاملة، ونقصد بالشاملة أن تكون الباقة كاملة متكاملة فيها الباقة الصحية بالإضافة إلى التذكرة والإقامة في أحد الفنادق. فنحن دائما نسعى لتقديم التجربة الأفضل للمريض حتى أنه يوم يطلع من الإمارة يكون سعيد، يكون يتكلم عن هذه التجربة ويدعو الآخرين للاستفادة منها. فنحن نقول تجربة دبي الصحية تغمرك بالحياة، فهي يعني ليست إلا وسيلة من الوسائل لتقديم السعادة لجميع الزوار لإمارة دبي.